برايد المكتوم والتهاني لمطار بن سيف باللاحج مع الأداء المتميز اللي قدمه سلهود، وثالثا يصل خالص يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 10 دقائق 15 ثانية خمس أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني دائما لواثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. مشاهدينا الكرام السامعين الأفاضل، شكرا لزملائي على التواصل، وها هي الانطلاقة لشوطنا العاشر، تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. والشوط العاشر الخاص بالزمول المهجنات الأصايل لأيضا أصحاب السمو الشوخ على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق الجميل. نتابع مجريات هذا الشوط، نتابع الصدارة، نتابع التحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. المقدمة والمركز الأول مزعج على الصدارة وعلى المركز الأول وملكيتة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري، ولكن سلهود على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن سيف باللاحج الهايري في تضميره، ومن يأتي على المركز الثاني بطاش لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد أحمد بن سلطان بن رشيد، من يأتي على المركز هذه اللحظات الثاني وثالث المراكز. المقدمة على المركز الأول، تهانينا وناموس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز نشوان بالمركز الأول، وتهانينا للمضمر سيد بن علي بن كليب. المركز الثاني بطاش سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، المركز الثالث مشاغب بن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم. المركز الرابع يأتينا نقد من هجن العاصفة، والمركز الخامس مقصص سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، من يصل خامسا والبقية. فيأتي مشاهدينا الكرام، نعود إلى التوقيت الزمني، وهنا لحظة وصول نشوان بعشر دقائق ثانية واحدة ستة أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، تهانينا لسيد بن علي بن كليب. أما المركز الثاني بطاش سمو الشيخ حمد